إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن أطقم الأسنان الصناعية، بالرقم من أن الأطقم الصناعية تساعد كبار السن في تسهيل شؤون حياتهم، إلا أنهم تحتاج يعني تحتاج درجة عالية من العناية. مثلا فعلى سبيل المثال مستخدميها يجب أن يتبعوا يعني تعليمات طبيب أسنانهم بدقة، مثلا جوانب زيارتهم لبعض يعني المطاعم التي تقدم أطعمة معينة ممنوعة، وأيضا بجانب زيارة المريض فورا يعني فور مواجهته أي مشكلة تتعلق بأطقم أسنانه الصناعية التي ممكن أيضا تسبب بعض من الأمراض زي تراكم الميكروبات. أيضا ينصح الأطباء مستخدمي أطقم الأسنان الصناعية بزيارتهم سنويا لإجراء الفحوصات اللازمة وتنظيف الأطقم أو تغييرها. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.